عالجت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي قضية ترويج مهلوسات بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. تم فيها توقيف شخص على متن مركبة سياحية بإحدى الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، أين ضبط متلبسا بتنقل كمية معتبرة من المهلوسات. محمد أيات. مواصلة لسلسلة النتائج الإيجابية التي ما فات تحققها مصالح أمن ولاية قسنطينة في الميدان، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعلي منجلي من توقيف شخص بحوزته كمية جد معتبرة من الأدوية والمؤثرات العقلية. هذه العملية التي كانت بالتنسيق الفعال مع شركاء أمنيين في الميدان أثمرت بتوقيف أحد الأشخاص على مستوى مدينة علي منجلي بعد تفتيش مركبته عثر على كمية قدرت بأزيد أو بقرابة 16000 قرص من أدوية المؤثرة عقليا من مختلف الأنواع والأشكال. بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق تم تقديم الفاعل أمام النيابة المحلية لدى محكمة الخروج.